مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ حياك الله يا دكتور. حياك الله بك. بشرنا عن أخبارك سيدي. الحمد لله بخير حال. أدام الله عليك خير في الدنيا والآخرة. نشهد الله أن نحبك في الله مولانا. أحبك الذي احتني فيه. اللهم آمين بارك الله. أسأل الله أن يجمعنا في هذا الحب مع إخواننا أخواتنا في ظل عرشه. آمين يا رب. يوم لا ظل إلا ظل. آمين يا رب العالمين. في الحلقة المنصرمة فضلتك يعني طرحت نقطة استوقفتنا حقيقة. نعم. أن الوضوء يكون سببا لمغفرة الذنوب. نعم. حقيقي هذا؟ نعم. يعني أريد حديث الباب في هذا الموضوع ثم ندلف للحوار. أحسنت. أحسن الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فستعجب أخي الكريم محمد إذا قلت لك بأن الوضوء عبادة من أعظم العبادات وقربة من أشرف وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. وحديثنا العمدة في هذا الباب على أن الوضوء دليل لمغفرة الذنوب ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل يديه فغسل وجهه. نعم. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. خرج من وجهه كل خطيئة الله نظر الله إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الله أكبر. الله أكبر. أي فضل تفاؤل ما شاء الله لا فضل يبطله. سبحان إذا الله. توضأ العبد المسلم الله. أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كان مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. لا شيء بخصوص الرأس، مسح الرأس مثلا، أم تدخل في عموم الوجه يعني. أحسنت. أحسن الله عليك. ذكرت هذه الكلمات الأركان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرأس مع الوجه ممتاز يلحق به. فهذا فضل الوضوء ابتداء. الله. يعني قد لا يتصور كثير من الناس أنه صحيح. سبب للمغفرة. صحيح صحيح. وقد ذكرت قبل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أيضا في الباب. نعم. والحديث رواه مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بطهور، والطهور هو الماء المعد للوضوء تحديدا تحديدا، أو الطهور هو الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الرسول قال له على البحر هو الطهور ماء الحل الطهور. الطهور ماءه الحل ميتته. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ عثمان توضأ نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الله أكبر ما شاء الله. فانظر كم مرة يتوضأ المسلم. 5 مرات على الأقل ما شاء الله. صحيح. إن كان يصلي الضحى. نعم. وإن كان يصلي القيام وإن كان يصلي نفلا مطلقا. نعم. فحتما سيتوضأ أكثر. نعم. من ذلك. نعم صحيح. نعم. علاقة الطهور بالإيمان، مركز الطهور من الإيمان ماذا؟ جميل، سؤال رائع جدا. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. روى الإمام مسلم وغيره. نعم. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان.
الله، شطر الإيمان. معنى شطر يعني؟ نصف، نصف الإيمان. دعني أكمل الحديث لجلاله وجماله وعذوبته. تفضل. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله، الطهور شطر الإيمان. الله الله، بديع. شطري على نصف الإيمان. نصف الإيمان. ده يجعلني أسأل فضلتك، ما الطهور لغة واصطلاحا؟ أحسنت، جميل جدا عليك. هذا التسلسل يا دكتور محمد، بارك الله فيك، كرمك الله. الطهور هو الفعل الشرعي الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث. مرة ثانية. الطهور هو الفعل الشرعي الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر. نفسر، ما الخبث بداية؟ إزالة الخبث في أي كان، من بول أو غائط أو أعزك الله مني أو حيض أو نفاس. الاغتسال يعني مثلا؟ الغسل، الغسل مع الوضوء. هو يدخل فيه؟ يدخل فيه كذلك مع الغسل والوضوء. خذ هذه مهمة جدا معك. نعم، يدخل فيه طهارة البدن والثوب والمكان. الله أكبر. نعم، ده شرط. هذا هو الطهور على بعضه. إن الله يحب المتطهرين، التوابين، ويحب المتطهرين. نعم. أثنى الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء أو في مسجد رسول الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. في فرق بين المتطهرين والمطهرين؟ المبالغين في الطهارة، المحافظين عليها، الدائمين لها. المطهرين، المطهرين. أيوة. فيها صيغة مبالغة. الله. تحمل معنى الكثرة. وتحمل معنى الحرص، وتحمل معنى الزيادة. ولذلك حتى أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال في حديث الوضوء، قال: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله. والغرة نقطة بيضاء في جبين الفرس اللي هو البياض في جبين الفرس، أو البياض في قدمه، في أسفل ساقه. كذلك يأتي المؤمن الحريص على الوضوء يوم القيامة له نور في جبينه ونور في قدمه، ليعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا النور. الله أكبر. لذا قال أبو هريرة: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، أي فليحرص على أن يسبغ الوضوء على المكاره أو على أعضائه. الوضوء هو الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث. نعم. يعني الطهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يشتمل على كل هذه المعاني التي ذكرناها. تمام. العلماء لهم تفسير رقيق جدا. قالوا: أعمال الإيمان قسمان، أعمال باطن وأعمال ظاهر. أعمال الباطن من الأقوال والأعمال والأحوال، تطهر القلب وتزكي النفس باطنة. تمام. أما الظاهر يطهره الغسل والوضوء والطهور بمعنى أشمل. لذا كان الطهور شطر الإيمان. وهناك تفسير آخر قال علماؤنا: بل المراد بالإيمان في هذا الموضع الصلاة. شطر الإيمان يعني شطر الصلاة. شطر الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الله أكبر. نعم. الآية المراد بها هنا الصلاة، ليس الإيمان ككل. نعم. فقالوا: الصلاة لا تصح إلا بوضوء، فجعل الوضوء شطر الصلاة الذي عبر عنها في الآية بالإيمان. هذا معنى الطهور شطر الإيمان. هذا في اللغة، في الاصطلاح معناه ماذا؟ نعم. في الاصطلاح الطهور في اللغة ليس هذا معناه، وإنما معناه لغة يا دكتور محمد. الوضوء معناه لغة مشتق من الوضاء. شفت التعبير؟ الله. الوضاء. الوضاء. ما هي الوضاء؟ البهجة والحسن والبهاء
والجمال، كل هذا في الوضوء. سبحان الله، مشتق من هذه المعاني. نعم. أما الوضوء اصطلاحا وشرعا فهو التعبد، شوف التعبير ده، شوف التعبير ده، التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. ما الأعضاء المخصوصة بداية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم الكعبين. إلى الكعبين. ما فيش قراءة وأرجلكم؟ لا، أرجلكم وأرجلكم معطوفة على المنصوب، يعني لأن غسل المنصوب مغسول. أما المجرور ممسوح. ممسوح، وبالتالي غسل القدمين وليس مسح. وليس مسح القدمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر الآية العظيم. نعم، ممتاز. هل تعلم يا دكتور محمد، تفضل. كنت أسف، فضلك الله. هل ترى يعني بصراحتك المعتادة، نعم، حضرتك واحد من علماء المسلمين وتعلم ما تمر به الأمة، نعم، هل هذا وقت أن نتكلم في الوضوء وفقه الحمامات ودورات المياه والوضوء إلى آخر هذه الأمور، ويمر بالأمة ما يمر وتعاني ما تعاني؟ جميل، هذا بفضل الله تبارك وتعالى كنت أود أن أبين فيه لأولادنا ملحظين في غاية الأهمية. الأول، إن قال ذلك أحد إخواننا أو أبنائنا من باب الغيرة على واقع الأمة ومن باب فقه الأولويات فأنا أحترم رأيه وأقدر طرحه. جميل. إن كان من باب الغيرة على واقع الأمة ومن باب فقه الأولويات، لكن يا ولدي شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير والسخرية والاستهزاء من الفرعيات والجزئيات. حسنت، البديع. ولا ينصر الدين إلا إذا أخذ من جميع جوانبه وأحيط به بكل أصوله وفروعه وفروضه ونوافله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في شرائع الإسلام بمجموعها كافة، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وخذوا الأصل والفرع والفرض والنفل. الله. لا تستهزئوا بشرع من شرائع هذا الدين. وقد سمعت الآن أن الوضوء كما قال من حمل هم الأمة، من عاش ليله ونهاره من أجل نصرة هذا الدين، هو الذي علمنا الوضوء، هو الذي علمنا الطهارة، هو الذي علمنا أحكام الدخول إلى دورة المياه، بل وماذا نقول قبل أن ندخل وماذا نقول بعد أن نخرج، وهو الذي علمنا الوضوء لغة، وعلمنا الأركان الوضوء، وعلمنا نواقض الوضوء، وعلمنا شروط صحة الوضوء، وهو الذي كان يحمل هم الأمة. فلا ينبغي أبدا أن نستهزئ أو أن نسخر بشريعة من شرائع الدين، وإلا فإن الاستهزاء بشريعة من شرائع الدين، اسمع مني، معك، من صفات الكافرين والمنافقين. يا ستير يا رب، في دليل على هذا الكلام؟ استهزأ رجل من المنافقين يوما بالصحابة، نعم، وقال كلمات خبيثة ورسول الله يستعد للخروج لغزوة تبوك. ماذا قال؟ ماذا قال وهو في مجلس نفاق خبيث في المدينة؟ سلم يا رب، يا رب سلم. قال والله ما أرى قراءنا هؤلاء، يقصد أصحاب سيد صلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا بتوع أكل. الله، فتة، خلي بالك من الكلام اللي بتقال الآن، دلوقتي بتوع فتة. والله ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، أي عند لقاء العدو. الله أكبر. فسمعه صحابي قال بل والله إنك تكذب وإنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. صلى الله عليه. فانطلق الرجل المنافق الخبيث يجري إلى النبي وهو يستعد يركب راحلته للخروج لغزوة تبوك، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله ما كنا نهزأ وإنما كنا نخوض وكنا نضحك وكنا نلعب، لا نقول ذلك على سبيل الجد. نعم. فنزلت الآيات على رسول الله
الله ولئن الله سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله أكبر إن نعف عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فالاستهزاء بشريعة من شعائر هذا الدين إذا طالت الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه فهذا كفر صريح بلا خلاف بين أهل العلم من علماء المسلمين أما إن كان كما ذكرت على سبيل الغيرة على واقع الأمة فهذا جميل ثم أطمئنه بأنه لا يوجد عالم يتقي الله ويعرف أولويات الدعوة إلى الله يضيع الحديث عن واقع الأمة وجراحتها كلا كلا ائتني يا ولدي بعالم من علماء الأمة المعتبرين لم يتكلم عن واقع الأمة لا أقول عشرات المرات بل تكلم مئات المرات عن أحداث غزة تكلم مئات المرات نعم لا يوجد عالم في الأمة عالم لا يحمل همها ولا يحمل هم المسلمين المستضعفين المظلومين فلا خلاف إطلاقا ولا تناقض ولا تعارض بين أن أتحدث عن واقع الأمة وأن أبين أسباب وصول الأمة إلى ما وصلت إليه الآن من تخلف حضاري واقتصادي وعلمي وعملي وسياسي وحربي وعسكري إلى غير ذلك وبين أن أقدم الدين كله بفرائضه ونوافله وأصوله وفروعه فلا ينصر الدين إلا من أحاط به من كل جوانبه أحسنت بارك الله فيك وأصلك يعني لنا وقفة إذا أذنت لنا مع فضل الوضوء وكيف نجد هذا في سنة المصطفى لكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا بارك الله فيك وأحسن لك سيد الكريم بارك رب ورعك وفيك بارك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وحتى يضمان لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله يا أيها الناس اسمعوا